السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الحمد لله لاباس. اليوم جبتكم طبق يعني صيفي بامتياز، وهو طبق كثير مشهور في بلجيكا وثاني سنة في فرنسا، مي اكثر انه معروف انه طبق وطني في بلجيكا. دونك تاخذي قيس طل كل شخص لي مو كيطيبيهم على لاكوك تاعهم، الكونتيتي لازم تكبريها. دونك تكرطي كامل هذوك لي مول تاعك، تلقايهم فيهم بعض الشعيرات وين تحكم المول، تحكم روحها في الارض. دونك هذيك تنحيهم وترمي كامل لي مول اللي مكسرين واللي يقعدوا مفتوحين كي تحطيهم في الماء بارد. وتاني ولا كي تحطي المول في الماء بارد تخففو، يعني تكون خفيف على الماء، هذيك تكونوا ميتين. دونك رميهم كامل، تشليهم بالماء بارد، تقطريهم مليح تحطيهم اكوتي. هذه المرحله توجديها جوست قبل ما تروحي تبداي طيبيهم، دونك ما لازمش تحضريهم الافونس. في التحماس تاعنا انا ديري شويه زيت طبيعي، يعني زيت نباتيه. ديت 3 مغارف كبار، والتحماس تاعي درت حبه كبيره تاع بصل، 3 سنينات تاع ثوم، ومعدنوس قطعته رقيق. دونك تحطي هادو كامل في الزيت تاعك، زيدي لهم شويه برقرصه ملح وشويه الفلفل الكحل على حسب الذوق تاعك، وخليهم يتحمسوا. هما جوست يتحمسوا، هنا تحطي ليمول تاعك. ليمول تاعك كي تخليهم هكا يرتاحوا يبداو يطلقوا الماء تاعهم، تحطيهم بالماء تاعهم هذاك الماء اللي يطلقوه حطيهم معاه، خليهم حوالي 5 حتى 7 دقائق كي يشموا هذاك الفوار تاع الماء يكون يغلي، بس لازم تحطيه على نار عاليه. هما جوست هذاك يشموا شويه سخانه، يفتحوا رواحهم، تشوفيهم كامل مفتوحين يكونوا ديجا طابوك. كما قلت لك هذا الطبق مشهور في بلجيكا، ودائما دائما يحطوه مع الفريت. دونك فوالا، وجدي الفريت تاعك قبل ما تطيبيها، الفوميو تكون تنقيها وتشمخيها في الماء بارد، هكذا باش البطاطا تجيك بنينه. وهكذا يكون الطبق تاعك يكون واجد. وهكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. انا نقولكم تهلاو في روحكم، تلقاو ان شاء الله المره الجايه في وصفه جديده. سلام.